الموجز الاقتصادي من قناة رافدين، أهلا بكم. انتقدت حكومة كردستان العراق الحكومة في بغداد لعدم تمويلها رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بكردستان لقرابة شهرين متتاليين، معتبرة أنه لا يوجد أي مبرر وراء ذلك. وقال المتحدث باسم حكومة كردستان بيشو هورماني إن تأخير تمويل الرواتب من قبل بغداد ليس سببه، كما يشاع زيادة أسماء 30,000 شخص على قوائم رواتب موظفي كردستان، مبينا أن عدم إرسال رواتب موظفي كردستان هو مخالفة للقانون وقرار المحكمة الاتحادية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعرف والاتفاقات السياسية. أوضح خبراء اقتصاديون أن أزمة السكن في العراق في تصاعد مستمر على الرغم من وجود مئات المجمعات السكنية التي تبنى سنويا وعدم تحقق الفائدة منها نظرا لأسعارها الباهظة. وأكد الخبراء أن الفجوة الكبيرة بين تكاليف العقارات السكنية ومتوسط دخل الموظفين يقف سببا رئيسا لتفاقم أزمة السكن التي تعيشها البلاد، مضيفين أن الكثير من المجمعات السكنية التي تم بناؤها هي مشاريع تجارية تهدف إلى تحقيق أرباح عالية. شهدت صادرات لحوم الدجاج البرازيلية إلى العراق نمواً ملحوظاً بنسبة 118% في شهر تموز مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفقاً للرابطة البرازيلية للبروتين الحيواني، فقد ارتفعت كمية الصادرات إلى العراق إلى 15,000 طن، على الرغم من تسجيل حالة مرض نيوكاسل في ولاية ريو غراندي دو سول. وقد حافظت الصادرات البرازيلية على نموها، بينما سجلت واردات السعودية والإمارات المتحدة انخفاضا ملحوظا. أعلن رئيس الجمعية التركية لمنتجي المياه المعبأة أن العراق احتل المرتبة الرابعة من بين أكبر المستوردين للمياه المعبأة التركية للعام الماضي. وأشار رئيس الجمعية إلى أن قيمة القطع المياه المعبأة في تركيا بلغت أكثر من 31 مليار ليرة تركية في عام 2023، موضحاً أنه تم تصدير 391,876 طناً بقيمة بلغت 74 مليون دولار، حيث جاءت ألمانيا في صدارة الدول المستوردة، بينما حل العراق في المركز الرابع. وصلت أسعار النفط مكاسبها خلال التعاملات الآسيوية بفعل مخاوف من تبعات تصعيد الوضع في الشرق الأوسط الذي قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط الإقليمية. وصعدت العقول الآجلة لخام برنت بمقدار 37 سنتا ليصل إلى 79 دولارا و39 سنتا للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 36 سنتا ليصل إلى 75 دولارا و19 سنتا للبرميل. وارتفع الخامان بأكثر من 2% بعد أن أيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بدأ خفض أسعار الفائدة قريبا. إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
ختام الموجز إلى اللقاء.